بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم، استحييت أن أضع عنوانا لهذا الموضوع: التبريزي في اللمعة البيضاء يكفر بحق الزهراء. إخوتي الكرام، أحبتي، في اللمعة البيضاء، التبريزي صفحة 234 الطبعة الأولى، يتحدث عن الزهراء عليه السلام وعن خصائصها وعن معجزاتها. يقول: وكان لها خصائص ومعجزات مفصلة في مواضعها، وقد أشرنا إلى بعضها فيما مر. وهذا أنا ما ناسي الأخوة الذين راسلوني جميعا، وهذا أيضا من جملة أكثر من مرة أو مرتين أراسل على هذا الموضوع، وكان في أيضا في القائمة. يعني يقول: وكان لها خصائص ومعجزات مفصلة في مواضعها. هو في معرض الآن بيان خصائص وفضائل فاطمة سلام الله عليها. يقول: وذلك مثل كونها بعد ولادتها تنشأ في اليوم كالجمعة وفي الجمعة كالشهر، يعني تكبر بسرعة سلام الله عليها، وفي الشهر كالسنة. ومثل تنور جمالها وظهور نور وجهها كان كل يوم لعلي عليه السلام 3 مرات، على ما مر تفصيله في وجه تسميتها عليه السلام بالزهراء. وإنها كانت أبدا بتولا عذراء. اسمعوا، حاشا فاطمة، أنا ما أقدر أحكي، والله أستحي، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر، لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم، والله لساني دين عقد، سبحان الله. هو يقول على لسانه، ما مكتوب، هو يقول، ينقل: وكان ثدياها طويلين بحيث كانت تلقيهما من أعلى كتفيها، هيجي هكذا تلقي ثديها الوراء، على عقبها، وترضع أولادها من وراء ظهرها، على ما ذكر بعضهم ذلك مسندا إلى الرواية. المحقق قواد، محقق هذا الكتاب قواد شرعي. عندنا قواد شرعي وقواد سياسي وقواد على النساء. العمل قواد على النساء وين؟ أشرف بكثير من القوادة السياسية والشرعية، لأن هذاك مرتبط بحساب الأعمال. وين أشرف بكثير؟ هذا المحقق قواد شرعي. يقول في المحقق في الهامش: أقول هذا كلام غريب لا يقبل به عاقل. شنو اللي جعل؟ أولا احنا عندنا بعض الموارد، وهذا سبب احتجاج الناصبي، يحتج علينا يقول: هذا هيجي عندكم انتو، هذا كان يتصلون بعضهم. بالمناسبة اي كتكوت ناصبي هسه الان يحاول يتصل بالشيعة، هذاك واحد. انا بالمناسبة ما كنت ادري، في الفترة الاخيرة اختفت قناة مازن الناصبي، قناة اختفت ما ادري وين، ولكن قبل 4 5 ايام احد الاخوة بعث لي، قال لي، حتى انا استغربت، قال عنده قناة احتياطية وشفته الولد. انا احترمه مازن، والله احترمه، ولا استبعد يعني كونه اخباري الهوى هذا مازن، وانا ممتن من جهوده، فعلا ممتن والله. ذك هو الشخص وسام، الله يحفظه، اكو واحد وسام اعتقد في اوروبا يعيش، بعث لي رابط على موضوع التحريف، قال لي: شيخنا شنو رأيك بهذا الموضوع اللي هو يعني في قناته؟ حتى أنا استغربت قناته موجودة، والحمد لله أنه عنده قناة احتياطية يذكر موارد التحريف.
يعني ما كلامه صحيح، ورجل موفق أتمنى له التوفيق، هو منحرف في العقيدة، ما يطرحه هذا هو الدين الشيعي الحقيقي، هو ينصر التشيع. أنا ما أستبعد كونه أخباري الهوى، ما أستبعد. الآن هو يدعم له واحد كتكوت مصري، كتكوت هيك مسكين جاي يطلع يتصل بهذا وذاك، كتاكيت بعد مشي. ولكن أنا منصف والكل يعرفون أني منصف، كلامه كله حقيقة. أنا أكره القوادة، والله لو كانت عندي روح القوادة لكنت اليوم مليونير من العروض، ما أحب شخص القضية، كرهت القوادة سبحان الله، بالفطرة أكره القوادة. هذا المحقق الذي يحقق للجزائري يقول هذا مقولة أخباري، والأخباري ما يعبأ به، ويذكر ناصر بمازن، الله يذكره بالخير. أي والله بهذه الموارد الله يسدده، يحكي حقيقة. هذا المحقق مو قواد، قواد لمو قواد، شنو لا يعبأ بقوله؟ ليش هو الجزائر منين؟ من أين أتى بهذا؟ أنا أتعرض لموضوع التحريف، الجزائر منين جابها؟ من جيبه؟ لكن القوادة سوت بينا مثل هذا الكلام، ما أريد أطلع عن الموضوع، أطرحها كلها، أطرحها كلها، أطرحها والعباس كلها أطرحها. هذا المحقق قواد، ما يقول هذا كلام منحرف باطل، والناس بهم قواد عد ما يحتاج علينا بهذا. شنو رواية؟ هل أنت تحاسبني على رواية معصوم حتى أنا ألزم بها؟ أنا معطيك طرح، كل الروايات حجة علينا، انطيني رواية. تعطيني قول واحد خايس يسمي نفسه عالم والمعصوم هو العالم، أنت تحاسبني على هذا؟ ليش أنت ما تعرفون خذلان علمائنا الأعلام أكثرهم وليس كلهم أصبح لا يطاق؟ أنتم تعرفون هذا؟ هذا ما استحى من نقلها، ما فكر من نقلها، أحمق من نقلها، ما قال كيف أنا أنقل هذا وهو هالقد ما حمار من الأصول وحمار من الرجال ينقل في فضائل الزهراء سلام الله عليها. هسه يجيني قواد يقول هذا ناقلة من غير كتاب، يقول وروية، هذا احتفظ بقوادتك الشرعية. إذا منقول أو إذا غير منقول، نقله لهذا الكلام وعدم التعرض له وإسقاطه والتبري منه ومن قائله يكون شريكا في الموضوع. فأنا لو كنت أحقق هذا الكتاب لكنت قلت أن هذه من حماقة التبريزي صاحب اللمعة البيضاء، ومن سذاجته، ومن انحرافه بعلم الأصول والرجال، يطعن في السيدة الزهراء سيدة نساء العالمين، نساء الكون، مريم تقف تحية لفاطمة، مريم العذراء تقف تحية لفاطمة، فاطمة هذه مجانين، يجي يذكرها، هذا شلون عالم؟ شلون عالم هذا؟ يقول لك الشيخ يتحدث على العلماء، أتحدث عن الحقيقة. أغلب أطروحات والعباس أبو فاضل، هاي النواصب وهسه مو يدعمون واحد كتكوت، ولك كتكوت كتكوت، آخر واحد يبعثون هذا كتكوت مصري، ولك كتكوت، هذا قد قد المحبس يتصل لي هذا يقول لك وكيل مدري تلميذ كمال الحيدري يسأله عن الرجعة، لك ما يجاوبه، ما يعرف يجاوبه، لك ما يعرف يجاوبه، ما يعرف يجاوبه. والكتكوت، كتكوت، تعرفون شنو كتكوت؟ الكتكوت يقول له دقيقة من فضلك بس جاوبني على الرجعة دقيقة، ولك كتكوت. يقول له أول شيء خليني أقول لك، والعباس قبل شوية سمعته يقول قبل، يقول أنا أول شيء أقول لك هذا ما متفق بي بين العلماء. طبعا إذا أنت أستاذك الحيدري طبعا يطيح حظك، هذا أول خذلان، اللهم يخذلكم،
اللهم يجعل كتاكيت النواصب يرقصون على ظهوركم. إن شاء الله إن شاء الله الله يسلط عليكم النواصب يفضحونكم آناء الليل وأطراف النهار. ولكن ناصب يا جعصة مثل القملة بالعباس بأي حوار 5 دقائق أطيح حظه. 5 دقائق محبس وحطه بجيبي. 5 دقائق شوف احفظ كلام. لكن ناصب أمر دمرد وهو يعرف. الناصب يعرف ما يتحدى ما يجرؤ. الناصب 5 دقائق وجه لوجه في حوار أطيح حظه. هو يعرف الناصب هذا الشيء. يعرف لأنني أظهر الدين الحقيقي للتشيع. ما عندي لف ودوران وأشتغل بالمباشر. الناس بيعرف راح يتوقف. أما يجيني واحد يسلط عليكم ذول النواصب إن شاء الله يسووكم مضحكة ويطبكم مرض. طبكم مرض. يقول له لم يتفق العلماء وما يعطي دليلك طيحان حظ. وهو كتكوت واحد جديد ما معروف هيك كأنه سجين هارب طايح حظه. كتكوت يدعمه هيك. فهذا قول منحرف. اصلا احتجاج الناصب علينا بهذه المسألة دليل على انه قواد شرعي. الناصبي ايضا قواد. لو لم يكن قوادا شرعيا ما يحتج علينا لان هذه لا روايه. وانا المره المليون اقول لكم قول العالم مو حجه ابدا. الاصوليون اخترعوا هذا. راح اطلع لكم قضيه مجهول المالك اخليك تكفر بالدين كله. سأذكر لكم حقائق المجهول المالك الأموال أخليك تكفر بالدين كله. تكفر يعني تقول هذا مستحيل يكون دين بهذا الدين الفاسد. هاي مال مجهولة المالك حرامية علني حرامية. هذا كلام منحرف كلام باطل كلام فاسد مقالة كفر بحق فاطمة عليها السلام. ويدل هذا على أن المؤلف منحرف عن العقيدة أخوتي الكرام. فاسد في الفكر غبي ما يعرف ينقل الكلام. هذا هو دليله. سواء ينقل عن وقيلة عن غيره وما في وقيلة ماكو وقيلة. يقول حتى قيلة ماكو. حتى واحد يعطيه يقول نقلها قيلة. وين قيلة؟ عند أبو الشربت. وين قيلة؟ يقول من أعلى وكان يقول بالزهراء وأنها كانت أبدا بتولا عذراء وكان ثدياها. ماكو قيلة. طب لك أنت شلون تجرؤ؟ أنت شلون سبحان الله. وكانت يقول ثدياها طويلين بحيث كانت تلقيما من أعلى كتفيها على عقبها. هذه من مخترعات الأموية. هاي مخترعات أموية للطعن في السيدة فاطمة سيدة النساء عليها السلام. فهذا لا يحتج به لأنه بكل كلام كلام فاسد وباطل ومنحرف. ومؤلفه منحرف وباطل. ألزمني بقول المعصوم أكون خادم لك أدق لك تحية. قول المعصوم ما تلزمني بواحد شبعان فقه شافعي وأصولي ورجالي وتحكمني به أبدا. ما تلزمني بهؤلاء بهالوساخة. هذه ما تلزمني. هاي الوساخة أنتجت هذه المقالة وغيرها من المقالات الكثر وهي التي اختلقت القوادة. الشيعي إذا ينظر إلى الجبل الجبل يسقط من أعلى هامة يسقط على الأرض. الشيعي الصادق إذا ينظر إلى الجبل الجبل يدق له تحية. بأي دين إذا كان الشيعي بهالقوة شلون ناصب الكتكوت يسوي مضحكة للشيعي؟ تعرف ليش؟ لأن الشيعي اختار أن يكون ذليلا. اختار طريقا حقيرا. هاي كل الحقيقة كل الحقيقة. وما حد يحكي الصدق ما حد يحكي الصدق. هذا كلام باطل منحرف فاسد.
ومؤلفه منحرف وفاسد في هذه المقالة بعد، ولا يحتج به مقالة. وين الرواية ناصبي؟ ليش التقواد شرعي؟ انطيني الرواية أقول حقك، تجي تحتج عليه بقول واحد منحرف، مو من حقك، عرفت؟ استحييت أن أضع عنوانا لهذا الموضوع التبريزي في اللمعة البيضاء يكفر بحق الزهراء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.